رفيع بيفصل بين الحياة والموت، علشان كده حاول تستثمر كل لحظة في حياتك وفكر دايما في بكرة، واوعى تشغل بالك بالماضي، خليك دايما مع المستقبل. مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: طلعت زكريا الشعب المصري نجح في دعم مشروع قناة السويس، واعود للسينما والمسرح قريبا. النهاردة الكهرباء بتتقطع والناس ما هياش برضو متضايقة قوي. زاوية تحتفل بذكرى المخرج الراحل يوسف شاهين. أحمد السقا ينافس بالجزيرة 2 في عيد الأضحى. هنروح لسهرات سريعة لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بجريدة المصري اليوم وتصريح صادم لرئيس التلفزيون المصري عصام الأمير، بيقول فيه: هناك نخبة مثقفة فاسدة في مصر. أكد أنه فوجئ بعد تولي منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بوجود أصحاب رأي فاسدين ومغردين وعندهم أجندات خاصة ومش مهمومين بمصلحة البلد، والكارثة أنهم بينتموا للنخبة المثقفة. قال كمان أن التلفزيون مديون لبنك الاستثمار ب 21 مليار جنيه، وأن عنده خطة لسداد المبلغ خلال 5 سنوات. قال كمان أنه غاضب جدا بسبب تجاهل رأيه في إعادة هيكلة مزبيرو، وأنه فوجئ بالاستعانة بالمهندس أسامة الشيخ في هيكلة مزبيرو، وأنه اتصل بي تليفونيا وقال له: ليه ما عملتش إعادة الهيكلة لما كنت في منصب رئيس الاتحاد؟ قال إنه مندهش بسبب الاستعانة بأسامة الشيخ وهو موجود في مكان منافس للتلفزيون المصري. هنروح دلوقتي لجريدة الوطن، ومعنا تصريح للفنان خالد صالح بيقول فيه: أنا في غرفة العناية المركزة، ادعولي. أكد الفنان خالد صالح إنه بيعاني من الألم من فترة طويلة، وإنه اتحمل التعب وصمد وقت طويل بسبب الانشغال بتصوير مسلسل حلاوة روح، وقال إنه منتظر قرار العالم الكبير مجدي يعقوب الخاص بتحديد موعد جراحة في القلب، وإنه أجرى عملية قسطرة من أيام للإطمئنان على حالة القلب. طلب من جمهوره الدعاء لي بالشفاء علشان يرجع لأسرته وعمله بالسلامة. أسرة برنامج بالألوان الطبيعية بيتمنى للفنان خالد صالح الشفاء والعودة السريعة لجمهوره. ولسه معانا خبر تاني في جريدة الوطن، والخبر بيقول: افتتاح أسبوع أعمال يوسف شاهين بزاوية أوديون. تم افتتاح مؤخرا قاعة زاوية بسينما أوديون، أسبوع إعادة اكتشاف التراث السينمائي للمخرج الراحل يوسف شاهين، لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وأهمية الراحل يوسف شاهين. في أول يوم تم عرض فيلم باب الحديد، وخلال أسبوع كامل تم عرض أهم أفلام يوسف شاهين بحضور بعض تلاميذه ومن تعاونوا معه في أفلامه. ومن ضمن الأفلام اللي تم عرضها فيلم الأرض وفيلم العصفور واسكندرية ليه وحدوتة مصرية واليوم السادس، وتنتهي العروض بفيلم اسكندرية كمان وكمان. تعالوا مع بعض نلتقي بيهم ونشوف هيقولوا إيه لكاميرا بالألوان الطبيعية في تقريرنا اللي جاي. يعني احنا من اول ما زاوية بدأت واحنا بنحاول نشجع فكرة الندوات والحوار اللي يبقى موجود بعد الافلام، خاصة العروض الخاصة يبقى فيه حوار
ما بين صناع الافلام والجمهور، ودي حاجه مش موجوده قوي في السينمات عاده الا في المهرجانات. فدي حاجه احنا بنعملها من اول ما زاويه بدات. فالفكره جت ان احنا في عرض افلام يوسف شاهين يبقى بعد كل فيلم في ندوه مع ضيف معين، ممكن يبقى ناقد، ممكن يبقى مخرج، ممكن يبقى شخص اشتغل على فيلم من افلام شاهين، ممكن يبقى ممثل في الفيلم اللي احنا بنعرضه يوم كذا، وان يتكلموا، يبقى في حوار، نخلق حوار مع الجمهور انه يقدر يتكلم معاه ويقدر يتبادل الافكار. يعني دي فكره يعني في زاويه موجوده في زاويه من زمان، يعني فكره ان الحوار. يعني شفته بيرقص، ده جميل. ترقص؟ ارقص انت رقص جدع. انا شفته، انتوا جيل النكسه. انا واتنطط وافكر وامثل احسن من اجدع واحد فيكم. ترقص؟ ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص. ينشب حلمك في حلمي، غصب عني ارقص، غصب عني، غصب عني ارقص. احنا مبسوطين جدا. امبارح اول يوم باب الحديد كومبلي، مفيش كرسي كان فاضي. النهارده مش كومبلي بس يعني يعتبر كومبلي، جمهور العدد كويس جدا النهارده. واحنا جمهورنا اصلا زاويه يعني جوه الفعاليه دي او بره الفعاليه دي متنوع جدا. عندنا ناس كبار السن اللي يعرفوا شاهين وشافوا افلامه 10 15 مره بس لسه جايين عشان عايزين يشوفوا الفيلم ده في السينما، وعندنا ناس شباب لسه بتكتشف يوسف شاهين، جاي يتفرج على افلامه لاول مره عمرها ما شافته. عندنا يعني فجمهور متنوع، يعني في ما اقدرش اقول ان احنا بس شباب او احنا بس الاجيال الكبيره، يعني في من ده وده. هو جزء من برنامج زاويه انه جزء برده من الافلام اللي ما بتنزلش في السينما هي الافلام الكلاسيكس او للمخرجين العرب الكبار او المخرجين عموما اللي افلامهم قديمه شويه. ففي جزء من البرنامج سياسيا يعني موجه لاعاده اكتشاف الكلاسيكس عموما. ويوسف شاهين من اهم المخرجين في مصر وفي العالم العربي، وانا شخصيا يعني هو اكتر حد يمكن مصري اثر فيا سينمائيا. فمن الاول خالص واحنا كلنا نفسنا نعمل الايفنت ده، فكرته ما جاتش من قريب، فكرته موجوده من ساعه ما احنا بنتكلم في زاويه. عايزين نعمل ايفنت ليوسف شاهين زي ما احنا عايزين نعمل اعاده اكتشاف مثلا ان شاء الله في المستقبل استاذ محمد خان واستاذ داوود عبد السيد، زي ما عملنا الاستاذ محمد ملص المخرج السوري. فهي الفكره جت من هنا يعني، وانه يوسف شاهين حد مهم جدا سينمائيا وسياسيا واجتماع كل حاجه، وفي ناس كتير ما شافتش افلامه من الجيل الاصغر. فاحنا كنا بس بنحاول نعمل ده يعني، نعيد اكتشافه من الناحيه دي يعني. اذا عرفت اكتب مشهد حلو احط مزيكا وارقص. في افلام مترجمه فرنساوي وفي افلام مترجمه انجليزي وفي فيلمين مش مترجمين خالص للاسف. الاختيار كان صعب جدا علشان في شاهين عمل افلام كتيره قوي حلوه، بس احنا حاولنا انه ننقي افلام اولا الافلام مترتبه بتسلسلها التاريخي. فاحنا بادين من 58 ومخلصين في 89 في اول فيلم باب الحديد، اخر فيلم اسكندريه كمان وكمان. وحاولنا انه ننقي افلام بتمثل مراحل شاهين المختلفه سينمائيا. ففي الافتتاح كان باب الحديد، النهارده الارض، بكره العصفور، بعدين في اسكندريه ليه وحدوته مصريه واليوم السادس واسكندريه كمان وكمان. طبعا اضطرينا ان احنا ما قدرناش نعرض كل حاجه، في طلب كبير جدا على عوده الابن الضال وعلى الاختيار من الفانز بتوعنا على البيج. فهنحاول نشوف لو هنقدر نعرض الافلام دي في المستقبل، بس الاختيار كان ما كانش سهل يعني، كان في افلام كتير قوي اضطرينا ان احنا لو كده هنعمل له شهر يعني. هو عمل كل افلامه كانت مهمه يعني. انا بشيل الممثلين بتوعي على دماغي فعلا، والناس بتقول ده فظيع وبيزعق، انا ما بزعقش، بحسسهم انهم فاهمين. هو انا لسه مش قادر اقول خالص ان انا اقدر اشوف اي اسلوب من شاهين في افلامي، لانه اصلا انا بعمل تسجيلي اكتر ما بعمل روائي. بس شاهين عموما اثر فيا عشان هو يعني من اكتر المخرجين العرب اللي انا بحب اشوف افلامهم، وهو افلامه مختلفه وهو بيعمل حاجه مختلفه، وهو قدر انه يطلع بره كل القيود المفروض عليه سواء انتاجيا سواء سينمائيا. هو دايما كان عارف بالظبط ان هو بيعمل حاجه بتاعته قوي، وقادر انه يحط نفسه في كل الافلام اللي هو عملها، وقادر انه يجرب 100 الف طريقه اخراج و100 الف ستايل.
فهو انا بالنسبه لي هو شخص عبقري يعني، وقادر انه يلعب طول الوقت وبيتجنن في الافلام واحنا شايفين ده، وبيجرب والناس بتجرب معاه، وعشان كده بالنسبه لي هو تاثير كبير يعني شخصيا. هو اولا كان صعب جدا ان انت يعني ان اي حد يجيب 7 افلام ليوسف شاهين يعرضهم في اسبوع، احنا عايزين سنه عشان نعرض افلام يوسف شاهين، فدي اكيد مش هتبقى اخر مره نعمل اسبوع من افلامه، بالذات ان مشروع زاويه تحت افلام مصر العالميه، فموضوع بالنسبه لنا كلنا حتى كفريق عمل موضوع كده فارق معانا جدا، فاحنا مبسوطين جدا ان احنا نقدر ان احنا نعرض الافلام، وكمان كل يوم بيبقى فيه ضيوف يعني. امبارح كان عندنا كل قرايب يوسف شاهين كانوا بيتكلموا عنه وعن عاداته وعن طريقته، فبصراحه بالنسبه لي انا وبالنسبه لناس كثيره زي كانت حاجه يعني حاجه مهمه وحاجه انا عايزه اعرف عنها اكتر. يا الله دي حلوه. قولي لخطيبك يا صبي يا زهرة عيني تعال المي. النهاردة في فيلم الأرض، وبعديه في مناقشة مع الناقد والكاتب أستاذ ياسر علام، هيكون في نقاش عن حقوق الفلاحين وعن موضوع الفيلم عامة، فيعني نقاش يستحق أن الواحد يشارك فيه. بيشهد موسم عيد الأضحى القادم منافسة شرسة جدا بين الأفلام السينمائية، وهيتم طرح حوالي 10 أفلام في الموسم الواحد. من أهم الأفلام اللي هيتم عرضها فيلم الجزيرة 2 بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي وخالد صالح والإخراج لشريف عرفة، وبيستكمل الفيلم رحلة منصور الحفني وهروبه من السجن أثناء حكم الإخوان. الحقيقة استعدت الشركة المنتجة للفيلم للمنافسة وقررت طرحه في 60 دار عرض، وكمان طرحوا الإعلان الأول للفيلم. تعالوا مع بعض نشوف جزء من تريلر فيلم الجزيرة 2 لأحمد السقا ونرجع لكم مرة تانية. من جريدة الوطن معنا تقرير صحفي منشور تحت عنوان جمهور الهضبة يتهم روتانا بتسريب الألبوم شفت الأيام. هاجم عدد كبير من جمهور الفنان عمرو دياب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب وجود عيوب تقنية في نسخ الألبوم، ويعبر الجمهور عن دهشته من تصرف الشركة خاصة إنها منتجة الألبوم، ومن مصلحتها طبعا ارتفاع نسبة المبيعات. في عدد من النقاد شايفين من وجهة نظرهم إن انفصال عمرو دياب عن روتانا أمر متوقع بعد أزمة تسريب الألبوم، وفي فريق تاني شايف من وجهة نظره ان الازمة مش مقصودة. على كل حال الموزع عادل حقي نصح الجمهور بالتوجه لمقر شركة روتانا واستبدال الاسطوانة بنسخة اصلية سليمة. من الاخبار السريعة اللي معانا، الجرافيك والمونتاج يحرم فيلم اسوار القمر من العرض في عيد الاضحى. جمال سليمان يشيد بالفيلم الفلسطيني عمر بعد عرضه في مهرجان الاسكندرية. طرح 61 نسخة من فيلم الجزيرة 2 بدور العرض. تأجيل تصوير فيلم العيال رجعت لحين الانتهاء من تسجيل أغاني الفيلم. السبكي يطرح أفيش فيلم عمر وسلوى والعرض في عيد الأضحى. محمد رجب يبدأ تصوير الخلبوس. اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة.
الفنان طلعت زكريا فنان ذو طابع خاص، قدر على مدار مشواره الفني انه يخلق لنفسه شكل خاص ويجمع اعماله بين الشكل الكوميدي والسياسي والاجتماعي، والحقيقه بساطته وعفويته قدر من خلالها يوصل لقلوب الجمهور. والسنه دي سنه الحظ للفنان طلعت زكريا، لانه من المقرر انه يقدم تجارب مختلفه في السينما والتلفزيون والمسرح. تعقد مؤخرا على فيلم جديد بعنوان حارس الرئيس مع المنتج كامل أبو علي، وكمان بدأ مؤخرا بروفات مسرحيته الجديدة بابا جاموز مع السيناريست أحمد الإبياري، ده غير انتهائه من تصوير مسلسل مبسوطة يا توتا. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان طلعت زكريا واللي هيكلمنا عن أعماله الفنية القادمة واللي بيحضر ليها، وكمان هيكلمنا عن حال مصر ورأيه إيه في كسرة انقطاع الكهرباء. تعالوا نشوف طلعت هيقول إيه لكاميرا بالألوان الطبيعية. كان عندنا مثال العيد الصغير اللي فات، كان فيه كل الأنواع موجودة في السينمات، فكانت أعلى إيرادات، لأن الناس يا إما رايحة لنجم معين يا إما رايحة لموضوع معين، فلازم يبقى في عندنا فرايتي من المواضيع. العيد اللي جاي الكبير إن شاء الله فيه 10 أفلام، أتمنى إن هم يبقوا 20، وأتمنى إن السينما ترجع تاني وإنتاجنا يزيد من السينما. وأنا لما قعدت مع مستر كامل أبو علي قال إن هو اتفتحت نفسه للسينما خلاص لما لقى أفلام العيد حققت إيرادات كبيرة، وبالتحديد فيلم الفيل الأزرق اللي أنتجه حكالي إن تكلفة الفيلم أكتر من 25 مليون، فهو حط الفلوس وقال ربنا بقى يسهل تيجي أو ما تجيش. ويشاء السميع العليم إن الفيلم يحقق أكتر من 40 مليون، مع إنه مش فيلم كوميدي، ده دليل إن الجمهور بقى عنده وعي سينمائي، عايز يشوف صورة حلوة، عايز يشوف موضوع حلو. بتوع الكوميديا بيروحوا للكوميديا، اللي بيحبوا السينما بيروحوا للسينما، بتوع الأكشن بيروحوا للأكشن. فأنا شايف إن الفرايتي ده مفيد جدا للسينما ومفيد جدا للجمهور المصري. أنا هنزل الشارع وحمشي لوحدي. لا وقع عليك الاختيار إنك تكون طباخ سيارة الرئيس. طباخ مين يا أخويا؟ طباخ الرئيس. كوبري كان واقف وقفة غريبة. ما أنا جاي من مجلس الصبح، كوبري كان فاضي. ما سعادتك إحنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. الناس أيام الكهرباء ما كانت بتقطع في عصر الإخوان، كانت الناس بتضج وتضجر وتزعق وتشتم. النهاردة الكهرباء بتقطع والناس ما هياش برضو متضايقة قوي، لأن هم مش بيحبوا رئيس السيسي، لا عارفين الراجل ده بيشتغل بس بيشتغل بهدوء، كل حاجة هتتحسن بس بهدوء. واحنا طبيعتنا كشعب مصر متسرعين جدا، عايزين كل حاجة تيجي بسرعة. لا، الكهرباء ده موضوع كبير جدا، لازم نهدى عليه شوية لغاية اما الانقطاع ده ينتهي تماما. والحكومة طمنتنا وكل الدنيا طمنتنا. ده بالنسبة لانقطاع الكهرباء. ارتفاع الاسعار، ارتفاع الاسعار ده كان موجود ايام برضو الاخوان، حاجة مش جديدة. كون ان هو شال الدعم هو ورئيس الوزراء، فهو مش شايله افترة عشان يتعب الناس، ده شايله عشان أشياء اقتصادية هو ناوي يزبطها عشان ينهض بالبلد دي. أنا اللي بطلبه من الشعب المصري إنه يصبر شوية. كل يوم يطلعونا بحاجة. آخر إنذار ليك يا متولي. ما أقدرش سيادة الرئيس يسألني على حاجة وأكدب عليه. عصاية شمسية رايحة البحر. وأخيرا اتجوز وما عادش ناقصني حاجة، محدش له كلمة عليا. يبقى جميل سعادتك في رقبتي ومش هنسهولك طول عمري. لو تعرف في حد في الاسكان. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون ما لقيش منهم ولا واحد. مشروع قناة السويس ده مشروع رائع وعبقري، ويكفي ان يتقال لنا ان خلاص يا مصريين في 60 مليار جم منكو علشان قناة السويس، احنا مش عايزين تاني، احنا هنكمل المشروع. فدي حاجة اما يبقى عندنا 2 قناة السويس، عدد السفن اللي بتعدي اكتر، الدولارات اللي داخله اكتر، فده هيساعدنا اكيد وهينمي الاقتصاد. و
وصلنا دلوقتي لآخر فقرة في البرنامج وأهم التعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وأول تعليق معانا النهاردة للفنانة نرمين الفقي بتقول: كم هو مؤلم أن تشتاق لشخص نام في قبره. الفنان حكيم: العيد قرب وكل سنة وانتم طيبين وكلوا لحمة كتير. الفنان سامح حسين: لا تخبروني عمن يكرهني أو يتكلم عني، اتركوني أحب الجميع وأظن أن الجميع يحبينني. أحمد البدري: فخور بشراء المصريين لشهادات قناة السويس بهذا الرقم الكبير. المخرج أحمد النحاس: بدأت في التحضير لمسلسل جديد بعنوان وجع البنات وسأقوم بترشيح الأبطال بعد العيد. الفنان أحمد السقا: منصور الحفني من أصعب الأدوار اللي قدمتها، انتظروا الجزيرة 2 في العيد القادم. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للأربع، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور الطبيعية أدرينز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر نادية دريم تي في. أشوفكم.